السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا دابا الإخوان النقطة الرئيسية الثالثة اللي عندنا، اللي هي لي كونتور اي دي كونتور بينير. غادي نحاولوا دابا نشوفوا في الحالة ديال اسانكرون حتى نفهموها مزيان ان شاء الله، ابري غنشوفوا نوبت السانكرون بحول الله. كما كتلاحظوا معايا هنا، يعني اول نقطة اللي غادي نحاولوا نتناقشوا اللي هي كونتور مودولو 2 اللي كيتسمى بديفيزور دو فريكونس بار 2. اوكي، غادي نحاول نوضح لكم هذه ان شاء الله في الاخير، يعني علاش كتسمى بديفيزور دو فريكونس بار 2. نحاول نشوفوها مزيان. اوكي، دابا اللي غادي نكتشفوا هنا، يعني نحاول نصاوبوا كونتور موديلو 2 باستعمال باسكول دي، وغنصاوبوه ايضا باستعمال باسكول جي كا. مزيان، كما كنلاحظوا هنا، يعني عندنا كونتور موديلو 2، يعني واحد العداد اللي كيحسب لينا جوج ديال الارقام كما غنشوفوا في طابل دو فيريتي هنا لتحت. يعني طابل دو فيريتي تاع الكونتور موديل 2 يعني كيعطينا 0 ولا كيعطينا 1، جوج ديال الارقام. داك الشيء قلنا موديل 2. هنا هاد كتعني لا سور زعما لا سورتي اللي عندنا ديال الكونتور ديالنا، يعني هنا لا سورتي كي هي هادي، مرة كيعطينا فيها زيرو، مرة كيعطينا فيها ان. إلا عطانا هنايا زيرو كيتأفيشي لينا في لافيشور ديالنا زيرو، إلا كان عندنا هنايا ان يعني خارجة لينا هنايا ان، كنشدوها كنبرونشوها مع لافيشور ديالنا اللي فيه واحد ديكودور انترن مثلا. اوكي، باش كي زعما كيبان لينا حنا في لافيشور ديالنا ديك ان، هكا تو سامبلومون. يعني هذا هو الكونتور موديلو 2. هنا دابا كيفاش كنديرو زعما في المونتاج ديالو، المونتاج ديال الكونتور موديلو 2 لي بالاستعمال ا باز دو باسكول دي اكتيف سيغ فرومونتون، كنشدو هاد لا سورتي كوبار بحال هكا. هنا هاد اش اكيد راه فيها زعما داك الاورلوج، داك الجهاز ديال الاورلوج كنبرونشيوه هنا. دونك كيما قلت لكم، يعني انا هاد كوبار كنبرونشيوها مع لونطري دي بحال هكا. علاش كنديرو هاد القضية؟ علاش كنديرو بحال هكا؟ باش تفهموا معايا مزيان، نقولوا مثلا ان هاد الباسكول دي يعني في الاول ديالو في ليطا انيسيال عنده في لا سورتي هنايا كاينه زيرو. تخي بيان، هاد كوبار اش غادي يكون فيها؟ غيكون فيها ان كما قلنا، يعني الا كان هنا زيرو هنا غيكون العكس، يعني ان. مزيان، دونك واحد الفكره اخرى اللي كنا قلنا، يعني ان هاد الباسكول دي كيفاش كيخدم؟ كيكون عنده مثلا الا كانت هنايا زيرو في الدي في لونطري دي مع الفرومونطون ديال اللي كاين عندنا هنا في الاورلوج كيولي هنايا في زيرو. يعني الا كان هنا زيرو مع الفرومونطون كيعطينا زيرو، كان هنايا ان مع الفرومونطون اش غيعطينا؟ يعطينا ان. يعني دائما كنلاحظوا ان في هاد الباسكول دي كيكون كيكوبي لينا هاد لونطري دي، هادشي اللي كاين هنا في الدي مع الفرومونطون كيعطيه لينا هنايا. فهمتوني اش بغيت نقول ياك؟ يعني اللي كاين هنايا كيعاود يكوبي هنايا، يكفي فقط يكون داك الفرومونطون. نتمنى الفكره تكون واضحه، راه هادشي راه شفناه في الفيديو ديال باسكول دي. دونك اش قلنا دابا؟ يعني ان هاد ان كتجي كتدخل لينا هنايا في هاد دي، وكيبقى كيتسنى غير الفرومونطون. اون فوا كيضرب هنا الفرومونطون كتكوبي هاد ان كتولي هنايا. دونك هاد المرة غيولي عندنا في هاد الحالة غيولي عندنا هنايا ان ليطا الأخرى. هنا كيوبار اش غيولي فيها؟ إلا كان هنا ان غيولي هاد المرة هنايا زيرو. مزيان، دابا اش كيولي؟ كيولي هاد زيرو هو اللي جا ودخل هنايا، دابا زيرو هو اللي غيولي جاي داخل لينا هنايا. دونك كيتسنى عاوتاني غير يضرب هنا الفرومونطون، يعني اون فوا كيضرب الفرومونطون هنا كاين زيرو كيتكوب هنا، دونك كيولي عندنا هنايا زيرو. وهنايا لتحت عاوتاني اش غيولي؟ الا كان هنا زيرو غيولي هنايا ان العكس. هاد ان عاوتاني كيجي كيدخل هنا كما كنلاحظوا، هاد المره يولي عاوتاني ان. هاد كيد انفو عاوتاني يضرب هنا الفرومونطون، هاد ان كيولي كيتكوب عاوتاني باينه البلان ياك، وهنايا كيولي عاوتاني زيرو، وكتبقى هاد الحاله كتعاود. يعني عاوتاني هاد زيرو كيدخل هنا كيضرب الفرومونطون كيتكوب عاوتاني هنايا زيرو وغاديه. دونك هاد لاسيكل كتبقى كتعاود.
بالتالي هو عطانا طابل دو فيريتي ديالنا، يعني مرة كيعطينا زيرو، مرة كيعطينا ان، مرة كيافيشي زيرو، ومرة كيافيشي لينا ان في لافيشور ديالنا. تخي بيان، عقلوا لي على هذه القضية حيت مهمة. دائما كونتور موديل دو الا كان بالاستعمال باسكول دي كنديروا ليه هذا البرونشمون، وعرفنا علاش كنديروا هذا البرونشمون، باش كيبقى كل يعني علاش درنا دي مبرونشيه مع كيوبار، باش كيبقى كل مره كيكوبي لينا يعني العكس ديال لا سورتي كيو. بالنسبه للجيكا، الطريقه اللي كنديروا باش يبقى مره يعطينا زيرو مره يعطينا ان، حتى هو كما كنت قلت لكم في الفيديو السابق، يعني فيديو رقم 15، هنا كما العاده بعدا راه كنديروا داك مبرونشيو مع جهاز ديال الاورلوج. يعني مثلا هنا الا كان عندنا زيرو وبغينا هاد زيرو تولي ان، اش قلنا كنديروا؟ كندخلوا في هاد جي وفي هاد ك بجوجهم كندخلوا ليهم ان، يعني كنديروا ان في جي و ان في ك. الا درنا هنا ان في جي و ان في ك، اون فوا كيضرب الكوموندون كيعطينا العكس ديال لا سورتي كيو، يعني كتعطينا ديك كيو بار كما قلت لكم في الفيديو السابق اللي هي هادي طابل دو فيريتي ديال الجي ك. الا درنا هنايا 0 0 كيبقى لينا كيو ان، يعني اللي عندنا في كيو هو اللي كيبقى. الا دخلنا ان في هاد كا يعني بحال ار ريسيت، يعني كتعطينا زيرو مع الفخومونتون اكيد. الى برون الى دخلنا ان في هاد جي مع الفخومونتون كيعطينا ان، هاد جي ديالها بحال ديك اس 7 اللي كنا قلنا. الى دخلنا ان في جي و ان في كا بحال بغينا نخربقو زعما حنا هاد الباسكول، ما يعرفوش يدير لنا زعما زيرو ولا يعطينا ان. دونك هو اش كيعطينا؟ قلنا عندنا هاد جي كام ديفلوبي، دونك يكون كيعطينا دائما كيو فار. متفقين الخوت ياك؟ يعني الا كان عندك زيرو كيعطيك ان، كان ان كيعطيك زيرو، هكا اللي درنا هنا. يعني كتبرونشي هكا كيكون كيعطيك مرة زيرو، فخومونطو لاخر يعطيك ان، فخومونطو لاخر غيعطيك عطيني زيرو اكسيتيرا. وهذا هكا كيفاش كنصوبو الكونتور موديلو دو ا باز دو باسكول جيكا اكتيف سور فخومونطو. وكفكرة راه سوا بحال فخون مونطون بحال فخون ديسوندون، يعني في البرونشمون ديالهم. دابا الخوت باش نحاولو نفهمو كتر مزيان، غادي نحاولو نشوفو لو كرونوغرام ديال هاد الكونتور موديلو دو. بالنسبة للكرونوغرام ديال كونتور موديل 2، كنلاحظو هنايا في هاد الكرونوغرام رسمناه هو الأول، يعني الأورلوج السينيال ديال الأورلوج ديالنا اللي عندنا، اللي غادي خصنا نرسمو اللي هو لا سورتي كيو، يعني اش غادي يعطينا في لا سورتي كيو. نقولو مثلا عندنا في لا سورتي كيو، في لا سورتي كيو يعني كاين هنا زيرو في البداية في ليطا إنيسيال. تري بيان، النقاط اللي عندنا مهمين بالنسبه لهذا الكونتور موديل 2 يعني اللي خدام في الفخومونطون، يعني هما هاد النقاط ديال الفخومونطون، هادو هما اللي كيكونوا كيهمونا بشكل اساسي، حيت هنا فين كيطرا زعما شونجمون ديال ليطا ديال سورتي كيو. دونك هادو كاملين هما اللي كيهمونا. دونك هنا فاش كيكون عندنا في الاول زيرو كيجي حتى الفخومونطون ديال الاورلوج، واش كيدير؟ قلنا الا كان هنا زيرو هنا كيكون ان، هاد ان داخله للدي، مع كيضرب هنا الفخومونطون كيولي هاد ان هو اللي كيتكوب هنا، دونك هنا يعطينا ان. دونك هنا كان عندنا زيرو، دونك غيعطينا هاد المره ان. وبالنسبه لهذا ديال الجيكا حتى هو لا ميم شوز، يعني الا كان هنا زيرو ان فوا يضرب هنا الفخومونطون، هاد ان راه داخله الجي وداخله الكا، يعني ان فوا يضرب هنا الفخومونطون هاد زيرو غتولي حتى هي ان، يعني ان فوا يضرب الفخومونطون هاد زيرو غتولي
طلع تولي 1 ديال كيو بينو، كيبقى غادي حتى الفخومونطون الموالي كيولي دابا داك 1 اللي كان غيولي 0 مزيان، وكتبقى غادية ياك باينة. دونك عاوتاني كيبقى غادي حتى الفخومونطون الموالي، اون فوا يضرب هنا الفخومونطون كيما قلنا كيعطينا 1 وغادي اتسيتيرا. فخومونطون عطينا هاد المرة 0، فخومونطون الاخر عطينا 1، فخومونطون الاخر عطينا 0. وهذا هو الكرونوغرام ديالنا ديال كونتور موديلو 2 بسيط. حاولوا دائما تكونوا كتاخذوا هذه الاساس اساسيات، اوكي، يعني كابتو بعدا هذه الاساسيات تاع الكونتور موديلو 2 باش يسهل لكم يعني موديلو 4 وموديلات ولي موديلو الاخرين. هادشي دابا اللي عندنا هنايا، نتمنى تكونوا فهمتوه حاليا، اوكي. كان عندكم شي سؤال شي اقتراحات ما تنساوش تخليهم ليا في كومونتير تحت الفيديو. ونشوفوا دابا اخر نقطه اللي بقات لنا، اللي هي كما قلت لكم علاش كنقولوا عليه هذا الكونتور موديلو 2 بالديفيزور دو فريكونس بار 2. هادشي اللي غنشوفوا دابا. هنا كما قلت لكم يعني علاش كنسميوه بالديفيزور دو فريكونس بار 2، يعني القاسم ديال الفريكونس على جوج، كيقسم لنا الفريكونس على جوج. علاش كنسميوه هكا؟ كما كتلاحظوا معايا هنا في الكرونوغرام، يعني لا بيريود ديال هاد كيو هي شحال ولا هي منين. يعني مثلا من هنا حتى لهنا هادي كتسمى بيريود تي، نسميوها حنا بالتي كيو. اوكي، بالنسبه لهاد لا بيريود ديال هاد السينيال ديال الاورلوج شنو هي؟ هي من هنا حتى لهنا، يعني حتى تعاود لينا ديك الدوره، يعني بدات هكا شتي غادا حتى لهنا غادا حتى لهنا وهي تعاود ثاني تعاود. دونك هادي هي لا بيريود ديالنا تي اش. اش كنلاحظوا ان هاد تي كيو لا بيريود ديال باسور تي كيو كتساوي جوج ديال البيريودات ديال تي اش. شتي كاين هاد تي اش وكاين واحد تي اش اخرى، يعني جوج ديال تي اش. هادشي اللي كتبناه هنا تي كيو كتساوي جوج تي اش، وكنعرفوا على ان تي كيو اش كتساوي؟ كتساوي واحد على اف في لا فريكونس، قاعدة تي كتساوي واحد على اف، باينة هي هادي تي كيو كتساوي واحد على اف ديال كيو، وجوج تي اش هاد تي اش تاهي اش كتساوي؟ كتساوي واحد على اف اش، يعني الفريكونس ديال الاورلوج واحد على اف اش، مع هاد جوج كاينه في الفوق داكشي اش عطاتنا جوج على اف اش. باينه اش كنقول ياك؟ تي اش اش كتساوي؟ كتساوي واحد على اف اش. هنا الا ضربتو في جوج هادي تاهي غنضربها في جوج، بالتالي غتعطينا جوج على اف اش، داكشي اللي كتبت هنا جوج على اف اش. تخي بيان، عاد دابا شنو درنا؟ درنا المقلوب ديال هادو، يعني ملي قلبنا هادي عطاتنا اف كيو كتساوي اف اش على جوج. اش كنلاحظو؟ يعني الفريكونس ديال لا سورتي كيساوي لا فريكونس ديال الاورلوج مقسوم على جوج. اكزومبل باش تفهموا مزيان، مثلا نقولوا هاد اف اش مثلا دخلنا ليها حنا 50 هرتز، اوكي، اف كيو شحال غادي تعطينا؟ يعني الفريكونس ديال لا سورتي كيو يعطينا اف اش على جوج اللي هي 50 على جوج، بالتالي اللي هي 25 هرتز، اوكي. وهذا هو الريبونس ديالنا. اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان في الوقت عطينا 50 وهي تعطينا 25، يعني قسمات لينا لا فريكونس على جوج، داكشي اش كنقولوا عليها ديفيزور دو فريكونس بار دو. هذا الكونتور موديلو 2 يعني الا بغيتي تحصل على نصف ديال الفريكونس ديالك كدير كتبرونشي يعني هاد كونتور موديلو 2، اوكي، فهمتيني؟ هذا هو هذه الفكره اون جينيرال اللي عندنا، ديفيزور دو فريكونس بار 2 كتعطيه مثلا انت 50 هرتز كيعطيك هو 25 هرتز في لا صورتي. الاخوات شكرا لكم على حسن المتابعه، ما تنساوش تدعمونا بالضغط على زر لايك، شاركوا الفيديوهات مع صحابكم، ونشوفكم في فيديو مقبل ان شاء الله. كان معكم الياس مزوني من قناه نيرو اكاديمي، وما توفيقنا الا بالله.